وفضلوا أن أموت بطلا على الخضوع لوزير الدفاع شويغو. هذه كانت كلمات بريغوجين عندما حذره لوكاشينكو من مواصلة التمرد. جنازة بريغوجين لم تكن تشير لموت بطل، لكن شعبيته لم تمت معه، لا تزال حاضرة ذهنيا حين استعرضها في شوارع روستوف قبل شهرين. والسبب يعود لانتقادات بريغوجين التي قدمت أجوبة منطقية للروس عندما لم يتقبلوا تعثر العمليات العسكرية في أوكرانيا. انتقد علنا ما وصفه بفساد وبيروقراطية وزارة الدفاع. الآلاف من عناصر فاغنر وأسر الضحايا يتلقون منحا من فاغنر، عبروا علنا عن غضبهم من مقتله، إضافة لروسيا العميقة أو ما يعرف بالروس المحافظين. من يبررون الحرب في أوكرانيا اعتبروا أن شويغو انتصر وسيتحمل مسؤوليته الكاملة عن نتائج الحرب، أما بوتين فقد يفقد ناخبين قبل عام من الانتخابات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.